إنيرشا هي شركة بتاعت تطوير عقاري موجودة في السوق المصري من 12 سنة. احنا الدعم اللي دايما بنحاول نديه للشباب ونديه للستارتابس منبعه الاساسي ان احنا في يوم من الايام كنا زي الناس دي. الشركه دي ابتدت زيرو استثمارات، زيرو اراضي، مفيش عملاء، عدد موظفين قليل جدا. احنا عارفين كويس قوي حجم التحديات اللي بيقابلها الشباب دول، عارفين حجم الصعوبات، وعارفين كمان في نفس الوقت اهميتهم وقيمتهم لمجتمع الاعمال وللاقتصاد المصري. وعشان كده احنا قررنا ان اللي هتختاره لجنه التحكيم في كل حلقه من الحلقات هياخد جايزه ماليه، دي هتبقى مقدمه من شركه إنيرشا، غير الدعم الفني او الجايدنس اللي نقدر نديه لاي من الشركات دي، سواء كانت في قطاع له علاقه بالقطاع اللي احنا بنشتغل فيه او في القطاعات الاخرى. احنا النهارده موجودين في البحر الاحمر في سهل حشيش وفي الجونه، موجودين في الساحل الشمالي بالمشروع الاكبر بالنسبه لنا اللي هو جفيره، موجودين في القاهره بعدد من المشاريع السكنيه او العمراني المتكامل او الخدمات سواء كانت طبيه او اداريه او مشاريع متنوعه. مشروع جولز يمكن اول مشروع يكون عمران متكامل في منطقة غرب القاهرة بتقوم الشركة بتطويره، ويمكن قبله كان في مشاريع سكنية زي ويست هيلز وسولية وبريكس، لكن جولز النهاردة أول مرحلتين في المشروع ده بيتسلموا. سولية مشروع طبعا في اختلاف شديد عن باقي مشاريع الشركة، بنسلم الوحدات بتاعتنا طبقا للتعاقد وطبقا للبروشور.